ونترككم الآن مع الترحيب والإيجاز لسيناريو التطبيق العملي مع العميد الركن عمر البادي رئيس لجنة التطبيق العملي للتمرين، فليتفضل مشكورا. وقد تطرقنا إلى المشاريع الاستراتيجية والمحلية في المنطقة والمكانة والأهمية لمنطقة فوز للصناعات البترولية باعتبارها من أهم ثلاث مراكز في تزويد السفن بالوقود وتخزين ومناولة النفط والمنتجات البترولية على مستوى العالم. اسمح لي ببدء تنفيذ التطبيق العملي لتمرين الاستجابة الوطنية. في منطقة فوز يرجى اتخاذ اللازم وتقديم الدعم صحيح. استلمت؟ علم. نشاهد الآن استجابة الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والحركة من موقع التمركز إلى موقع الحادث مع توضيح فتح الطريق وتسهيل حركة وصول آلي إلى موقع الحادث. والآن تصل فرق الدفاع المدني لموقع الحادث وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، وكذلك فرق الإسعاف للقيام بإسعاف المصابين. حيث نشاهد الحركة السريعة لسيارات الإطفاء، الواجبات والإمكانيات في التعامل مع المواقف المشابهة. كما نشاهد نقل بعض المصابين من قبل رجال الدفاع المدني. حيث يتم الإنزال الجوي من قبل سلاح الجو إلى المستشفى الميداني لاستقبال الحالة ومن ثم نقلها إلى المستشفى.
يتم بداية التعامل مع الإصابات لضمان سلامة الأرواح في منطقة الحادث. كما نشاهد الآن نقل أحد المصابين من قبل الطائرات المروحية إلى المستشفيات المختصة. تتم الآن عملية النقل بواسطة المروحيات. القائد الميداني يقوم بطلب الدعم من قائد فريق إدارة الطوارئ والأزمات نظرا لخطورة الموقف، بالإضافة إلى استدعاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة الفجيرة. يتضمن اجتماع عاجل والآن نشاهد بناء على طلب قائد الدفاع المدني الدعم من قائد الفريق المحلي، بالإضافة إلى استدعاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة الفجيرة، يتضمن اجتماع عاجل برئاسة قائد الفريق المحلي والتوجيه برفع حالة الطوارئ لجميع الجهات المحلية لدعم الدفاع المدني لمعالجة الحادث والكارثة. كما نشاهد استجابة الجهات المحلية للموقف والوصول إلى موقع الحادث. تواجد ممثلي الجهات المحلية والمعنية في غرفة إدارة الحدث، واستجابة وتلبية وتوفير المتطلبات لقائد الدفاع المدني من خزانات الماء ومعدات وموارد ودعم، بالإضافة إلى دخول بعض العناصر من الجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة والإسعاف. نشاهد الآن حركة فريق الاستجابة ودخولهم إلى موقع الحادث، وهو فريق قيادة الدفاع الكيميائي القوات المسلحة التابع للمناطق الشمالية. يتم الآن وصول فريق الاستجابة لقيادة الدفاع الكيميائي. نشاهد الآن فريق الدعم الكيميائي من القوات المسلحة التابع للمناطق الشمالية وقيامهم بإنقاذ رجلين مد، وهو المختص بمعرفة اتجاه الريح، وذلك للتنسيق مع الدفاع المدني في عملية إخماد الحريق، حيث تتم عملية إخماد الحريق مع اتجاه الريح تفاديا للدخان المنبعث. والآن تصل قوات الشرطة وقوات الأمن الخاصة، حيث تقوم بإجراءات فرض الطوق الخارجي البري. نشاهد الآن إجراءات الشرطة. نشاهدها من العبث والسرقة والتهديدات. يتم الآن إبلاغ ميناء. نشاهد الآن المستشفى الميداني وقيام فريق الإسعاف الوطني بعملية إسعاف المصابين الموجودين في المستشفى الميداني. هذه الطائرة المروحية تابعة لسلاح الجو إلى المستشفى الميداني. وصول دعم القوات المسلحة، الطيران المشترك طائرات البلاك هوك والشينوك.
حيث نشاهدها الآن تقوم بالمرور على المنطقة لاستطلاع منطقة الحدث، كما نشاهد أسلوب تزويد الطائرات بالمياه من البحر وتقديم الدعم للدفاع المدني في عملية الإطفاء والتبريد. كما نشاهد زيادة يتم تلقي بعض الأوامر من الجهات المختصة للشركات المجاورة بإخلاء جميع الشركات ونقلهم إلى منطقة الإيواء وهي منطقة فوز. نشاهد الآن عملية الإخلاء من الشركات المجاورة ونقلهم بواسطة الحافلات إلى مناطق الإيواء والتجمع. كما نشاهد عملية الإطفاء مستمرة. نشاهد سيارات النقل والطائرات التي تقوم بمكافحة الحريق. وتكثيف جهود المكافحة للقضاء على الحريق المندلع بمشاركة جميع الجهات المحلية الموجودة في إمارة الفجيرة كالهلال الأحمر وساند وغيرها، حيث نشاهد الآن منطقة الإيواء بنصب الخيام واستقبال بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية الموجودة في إمارة الفجيرة. نطلع هذا مكان الإيواء عملنا فرق عمل هني في طال عمرك الجهات المشاركة اللي شاركوا في بس جبنا عينة منهم بحيث أن الوحدات اللي شاركت في عملية التمرين بعدين رايحين إن شاء الله يكون هناك في العرض شباب شباب هذا من هاي التمرين طبعا العرض طويل العمر العرض طويل العمر العرض هو واجب طال عمرك مشكور يا أخي مشكور توقف العمر جزاك الله خير مشكور اسمح لي اطول على تقصير.